السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيرة الصحة تطالب بتخفيف العمالة للنصف لتفادي الموجة الثانية لكورونا طلبت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان جميع المصالح وأماكن العمل بتخفيف تواجد العمالة إلى النصف وسط تحذيرات من ارتفاع جديدة من إصابات فيروس كورونا خلال الشتاء وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لاعلان اخر مستجدات الوضع الوبائي للفيروس المستجد واستعدادات الدوله لمواجهه الموجه الثانيه اليوم الاحد، ووجهت وزيره الصحه تحذيراً شديد اللهجه إلى المحال والمطاعم واماكن الانشطه التجاريه غير الملتزمه بالاجراءات الاحترازيه بالغلق لمده ثلاثه ايام.